السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد كيفية صنع حلافة يعني بطريقة يدوية وجد فعالة اللي ما كتباعش، يعني ما يمكنش غادي تلقاوها يعني بحال الطريقة هذه. انتم كما كتشوفوا يعني علافة على طول، يعني طويلة طويلة جدا. انا كنت كنصوب هادو في الاول، داير واحد الفيديوهات كنوريتهم لكم، يعني غير صغارين شوية، ولكن فكرت قلت علاش انا غادي نبقى نقسم لهم مرصويات، ندير لهم علافه طويله. انتم كما كتشوفوا هانتوما، هذا السمان كما كتشوفوا معايا، هانتوما عارف علافه طويله طويله جدا، راه فيها تقريبا واحد متر مترو وعشرين. هانتوما يعني هاد العلافه ما غاديش تلقاوها كتباع، ضروري انكم تصنعوها بوحدكم. الطريقه ديال الصنع غادي نوريكم، يعني الطوله غالفانيزي، ديرها طوله غالفانيزي. غادي نحاول انني نفسر لكم والناس اللي ما فهموش يعني كيفاش الطريقه ديال الاستخدام. راه سهله، غير انكم تكون عندكم طوله، يعني كاين طوله، ماشي تشوفوا تسمعوا طوله تخلعوا منها، راه طوله غير هي واحد زنكه طويله ايا كانت، يعني واخا تكون جديده قديمه طولة خدامة، يعني ديال الزنك. حنا كنقولوا الطولة ديال الزنك هي طولة في الحقيقة غالفانيزي، لأن كاين الزنك اللي كيتصدى، هذه ما كتصداش، هي طولة غالفانيزي. هانتوما هذه راه من الصنع ديالي، يعني بسيطة بسيطة للغاية. هانتوما غادي نوريكم يعني الطريقة ديال الصنع ديالها، وحتى إلا ما فهمتوش شي حاجة أنايا راه الإشارة. هانتوما تابعوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا. انتما كما قلت لكم يعني اي حاجه، اي خرده، انتما كتشوفوا هذه راه ماشينه لافي قديمه، كرتون محطوط فوق منها، اي حاجه يعني ما ترميوهاش، اي حاجه كتبقى. هاد الطوله غالفانيزي هي عباره عن واحد باب كان تسد به واحد الجهه، وانتما راه ضايع، انتما للغايه، انتما راه الصدى. انتما كتبان لكم هاد الشيء خرده، ممكن انكم ترميو هاد الشيء، ولكن هاد الشيء ما كيترماش. هادشي اي حاجه عندكم يعني في قديمه ممكن انكم تستغلوها. هانتوما هنايا ممكن انكم تستعنوا بواحد المقص ديال يعني الاشجار. الا بغيت نوريه لكم، هانتوما غادي نوري لكم حالا. اذا المقص ها هو كما كتشوفوا، حتى هو راه مقص قديم، يعني ماشي كنقول لكم انايا تمشيو تشريو شي حاجه يعني مكلفة وشي حاجة جديدة، ولا أي مقص عندكم ديال الأشجار راه ممكن أنه يخدم. يعني هذا كيقطع، هانتوما كيقطع هاد الطولة كيقطعها. الطريقة شوفوا نتوما الطولة اللي عندكم أيا كان الطول ديالها، ممكن أنكم تستعملوها على متر مثلا. هذا هادي غادي نشد هاد الجهة اللي ضايعة، هاد الجهة هادي صافي غادي نتخلص منها. هانتوما كما كتشوفوا هادي لأنها صافي تبورات، حنا كنقولو تبورات ولا فيها صداع من هاد الجانب، ولكن هاد الجانب كلو غادي نستغلو. كيفاش الاستغلال ديالو؟ أننا نطراسيو بواحد المسطرة هكا، ونجيبو العبار اللي غادي نديرو هنايا، راني عابر غديرو 13 سنتيم، يعني باش مني غادي ندور هاد الطولة هكا كتجيب مقعرة بواحد الطريقة، ولكن ماشي من لابو 13 سنتيم، كاين اللي غادي يدير 12 على حسب الطولة اللي لقيتو نتوما. ممكن هنا يكون 10 سنتيم أو 12 سنتيم، 13 سنتيم، حتى 15 سنتيم هكا، ممكن أنكم تدوروها بواحد الطريقة هكا. بالنسبة لهاد الحواف هادو، غادي تجيبو شي بانس وكتنيوهم هكا، باش ما يجرحوهمش هكا، كاين اللي يخليهم ماشي مشكل كاع. بالنسبة للطي، الطي هانتوما تبعوا معايا كيفاش غادي نوريكم كيفاش غادي تطويو هاد الشيء. هانتوما يعني شي حوايج بسيطة وكتخرجوا منها شحال من حاجة. هانتوما هاد الجعبة هادي راه ناموسية، هانتوما كيما كتشوفوا ناموسية قديمة عندي في السطح. هانتوما يعني ملي كنجيب الطولة وكنقطعها، يعني كنتنيها بهاديك الدورة اللي كتشوفوها دايرة مزيان، كنحط هكا على الحديدة هكا، وكنتكي بهاد الطريقة هكا، كتكي هكا، يعني تكي يدوية عادية هكا. لاحظوا أنكم سمو غادي تحصلوا على طي،
هانتوما. هاد الطي هذا هو اللي كتلعبوا عليه، انه هنا فين غادي يكون كيتحط السيكالين، يعني هنا وهنايا بالنسبه لهذا. هذه كيفاش غادي تتعلق؟ ممكن تشدوا غير مسمار وتثقبوا هنا، تثقبوا هنا وتثقبوا هنا، كذلك تثقبوا هنا وتثقبوا هنا. سمو كيوقع كديروا واحد السلك هنا، السلك وهنايا ملي كتحط على 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 الكاج ولا على شي حاجه حيط ولا اي حاجه، كتديروا السلك يعني كيتربط هنايا، ربطوا السلك هنا وهنا صافي، كتبقى هنايا هذه مقعره بهذه الطريقه. غادي نوريكم الصوبوا غير بهذا هاد الجعبه بحال هكا، اي جعبه عندكم جعبه ولا اي حاجه مدوره هكا كتحطوا عليها هكا وكتنيو هكا، كتنيو هكا. هاد الطوله خصها تكون رقيقه، ما تكونش يعني تكون ديال الزنك مثلا، كاين اللي عنده الزنك في الدار ولا اي حاجه قديمه ممكن انكم تصوبوا منها هاد العلافه. هانتوما الثقبه هادي راه صافي، ممكن انكم ديروا السلك هنا والسلك هنا، سلك واحد كيدخل ويخرج وكيتربط من هنايا، كتربطوه هكا صافي، كتولي عندنا يعني علافه من الطراز الرفيع. ما يمكنش تلقاوها عند شي واحد شي بائع غادي يبيعها لكم، لا، ان كيديروا معلفات ديال البلاستيك، اما ديال الزنك راه كيخدم غير. حاولوا ان هذا الزنك هذا ما ديروهش كشرابه، لان ممكن يتبول بحال هكا، لان الماء كياثر عليه صافي، هذا هو المشكل ديالو. اما بالنسبه للعلافه يعني تحطوا فيها السيكاليم ولا حبوب ولا الذره ولا اي حاجه، راه كونوا متاكدين ان هاد التقنيه هذه راه خدامه 100%. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، تكيو على زر الجام باش تساندونا، تكيو على زر الجرس كيصل لكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.